والله ونجيب كلامي ونورد له معناه يا ربي قبل نظامي. نشكر رسول الله يجعلني ديما في حماه ويسلكني في ضراب سنة في تخمامي ما يبخلني حشا حشا من نعمة بالنعام. مولانا يا مجيب يا من قوله هو الرقيب ادعوني استجيب مد حياتي ويامي برؤيتي الحبيب الحبيب في اليقظة والمنام. يحشرني في حزبه ويلحقني نسب نسبه يسقيني من حبه حتى يروى عظامي. يحسبني في حسابه ويحضر لي قدامي يمنعني من العذاب ويسلكني يوم الحساب كيف يسلكوا الاصحاب. جيتو ماني فلامي ولا مولها ننهاب ما ننزل منزل حامي. يرعاني يوم الضيق ويشور بيا في الطريق نشرب حقا تحقيق من كوطر الزمزامي وانتاني للرحيق على طول دوامي. محمد الأمين طهر المطهر الزين سيد الثقلين وغاية الغمامي ختيم الأنبيين المحي للأثامي. حبيب المتعال المصطفى سيد الرجال يوم نزاد بالكمال عند أمه في الأرحامي نصف الليل أضوى الحال زال عليه الغمامي. مولانا يا مجيب يا من قوله مرقيب عوني نستجيب مد حياتي ويامي برؤية الحبيب في اليقظة والمنامي. أنا أشكر رسول الله وعليه نجيب كلامي ونورد له عناه يا ربي قبل نظامي. اشكر رسول الله وعليه نجيب كلامي ونورد له عناه يا ربي قبل نظامي. وحضرت ليه الشفه ابنته وهب المشرفه فازت بالمصطفى على نيس العالمي ما ولدوه بلوفه ولا زحموا به زحامي توب رضعته والبقي في رضعته واحني ما كملته الين وجاب الفطامي وامي من حضنته نجمته في الخيام. نشكر رسول الله عليه جبنا ونورد له عنا يا ربي قوم نظامي. لو جاوه ملاكين هقوا صدره مكنين واملوه الكرامين بالعلوم والحكامي والقرآن المبين والسر المنكتامي جده ورباه عبد المطلب بباه ومنين مشى خلاه تركوا في تمن عوامي وصليهم بعده بوطالب من العمامي. نشكر الرسول الله وعليه نجيب كلامي ونورد له عنا يا ربي قبل نظامي. يا وصليه بعهده كيف اللي هو ولده داروا بين ولاده الين وجاب الصيام جهار الدين سيدو قاموا له بالقيام. نشكر رسول الله وعليه نجيب كلامي ونورد له معنا يا ربي قبل نظامي. يا وفاليه بعهده
كيف اللي هو والده داروا بين ولاده إلين وجاب الصيام جهار الدين سيده وقاموله بالقيام بين يديه الأشجار جاته تسجد له والحجر سلمت على المختار بأحسن الكلام شرقت منه الأنوار عمت في كل وهام نشكر رسول الله وعلم جيب كلامي ونور لو عنا يا ربي قرن انضامي والضب مع الغزال قدمهم خديم الرجال ردوا ليه المقال بأحسن النغامي والجدع بكى ونهال عن خطبات ونهامي كاد ليك البعير واشكال البشير النقير وتوسل له الطير والحصى يفهامي سبح للمدثير في كفه والطعامي اشكر رسول الله وعليهم جيب كلامي ونورد لومعنا يا رب قوم انضامي هاجر ودخل الغار هو والصديق الخيار نزلت عنهم الشجار العنكبوت والحمامي بيض وضحل وجار ما تهموه الظلامي ويا عبد ويقوم الليل فضلوا ياسر ما هو قليل سار مع جبرائيل للمسجد الحرامي للملك الجليل دول جلال والكرامي نشكر رسول الله وعليه الجيب قلامي ونورد له معنا يا ربي قبر انضامي واركب فوق البراق وسعد به وخراق الطباق امر ليه الخلاق وركبه ومشكامي حتى واحد ما فاق بمصباح الظلام الانبياء والرسول والاملاك لهذا الرسول من داز عليه يقول سلام يا تهامي فيك الخير المكمول وفي امتك بالتمامي نشكر رسول الله وعليهم جيب كلامي ونورد لوحنا يا ربي قبل انضامي وشاهد مول القدراق واكشف ليه حجابوره آياته الكبرى لا من كيف وهاشامي فوق الفوق استرى بالجسد والقدامي طاف البيت المعمور واركع فيه وقطع البحور شاف الكرسي والنور والعرش بالاستقامي شور له عرف الشور صاحب الحوض امامي اشكر رسول الله وعليهم جيب كلامي ونور لومعنا يا ربي قبل انضامي وصف الملكوت خير الخلق امام القنوت واسمع في اللوح الصوت من اثر القلامي حل ابواب البيوت ودخل جنه الانعام فرض عليه الصلاه وغمسل حملها كامله قال له موسى لا يا صاحب المقام واللي ليه ولا وجاد الله على السلام اشكر رسول الله وعليه الجيب كلامي ونورد لومعنا يا ربي قبل انضامي وصف الملكوت خير الخلق امام القنوت واسمع في اللوح الصوت من اثر القلامي حل ابواب البيوت ودخل جنه الانعام اثر رسول الله وعليه الجيب كلامي ونورد يا ربي قبل رضامي قرب ليه وناجاه خلى جبرائيل يرجع في منزل منتهى ساعة بدر التمامي فضل حضرة الله وخت الصوب الكلامي أو خمس صلوات وافرضها في خمس أوقات شق سبع سماوات وعلى الجن ولادامي وينزل بيها ما بات فرحان وقلبه ضامي نشكر رسول الله
وعلى بورق وداك ونزل في البيت الشامي حقا ما فيه شكاك هو خير الانامي خبرنا باللي شافه وصف لينا هاد الوصف هو جد الشرف ريتس القاع اللومامي معجزاته بزاف ما يحصيه الانامي نشكر رسول الله وعليه الجد ونصحنا بالقول الصحيح واسمعناه بالمريح والعربي والعجمي من صدق به ريح من كذب يبقى ما بعثوا لينا رحمة رب الخلق ورب السماء واختصوا بالهمة غدا يوم الزحام يشفع سيد الأمة في سير الأمم نشكر رسول الله وعليه الجيب كلامي ونورد له معنا يا رب قبل انضامي أبونا يا قدوس يا عالم باللي في النفوس حرمت روح القدوس علمني يا علامي من علمك المدسوس وافتح به على فامي نوني نو حرف العين وليا تنضاف مع الشين متوسل يا معين باسمك العظامي دير لها منزل زين واحفظها من النقام اشكر رسول الله وعلى الجيب كلامي للقريب مشروحة بالصلو والسلام نختم هذه المدحة على خير العالم صلى الله عليه وسلم على آله وعلى أهل بيته وأصحابه الكرام وانصاروا وزواجه وهلته بالتمام نشكر رسول الله